ويلا نجهز أطيب تشبرك، ولو تشموا الريحة شو بتشحي، أنا بضمن لكم إنه الكل راح يحبها. وأول إشي بنبدأ بتجهيز العجين، فرح أضيف الملح على قلة طحين، ورح أضيف السمنة وهي اللي رح تعطيني الطعم المميز للشوشبرك. وبنبدأ نخلط بإيدينا ليصير الطحين مثل الرمل، وبعدين بنبدأ نضيف بالمية الدافية تدريجيا ومناجن، وكل ما احتاجنا مي منضيف، فابدوا بالقليل لأتلم عندكم العجينة على بعضيها مثل هيك. بعدين بننقل عجينتنا على سطح مرشوش عليه شوي من الطحين، ومنضلنا نعجن فيها تقريبا لمدة 5 دقائق. وهيك صارت عجينتنا جاهزة، فبدنا نلفها بالرابينج بيبر ومنحطها بمحل دافي ومعتم لترتاح لمدة نص ساعة. وبهذا الوقت رح نبدأ نجهز بالحشوة، فبطنجرة منضيف السمنة وأول ما تسخن وتدوب رح نضيف اللحم المفروم الناعمة، ومنضلنا نقلب فيها لغاية ما تستوي. ومنرجع ومنضيف كمان سمنة، بعدين منضيف البصل المفروم الناعم ومنقلبه لمدة دقيقة، بعدين منضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكلة، ومنقلب لتتوزع البهارات على اللحمة. وهيك صارت الحشوة عندنا جاهزة، فمنرفعها للنار لغاية ما تبرد، وبعد ما مرقوا النص ساعة بتكون عجينتنا ارتاحت، فمنقطعها ل 12 قطعة بنفس الحجم. بعدين باخذ كل قطعة وبعملها على شكل طابات بنفس هذه الطريقة، بعدين بحطهم على جنب وبغطيهم وبخليهم يرتاحوا كمان نص ساعة. وبعد ما ارتاحوا بنرش على كل قطعة الطحين وبنرقها لتصير بحجم القالب اللي بدنا نقطع عليه الشوشبرك، فبننقلها على القالب وبنبدأ نوزع الحشوة، ومنغطيها بقطعة تانية من العجين، ومنرش الطحين، ومنستعمل الشوبك لنتأكد إنه العجنتين لزقوا منيح مع بعضهم. وهيك صارت جاهزة، فبدنا نقيم الزوايد اللي على الداير، وبدنا نضغط على الحبة لننزلهم من القالب، ومننقلهم على صينية محطوط عليها ورق الزبدة، ومندخلهم على فرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لننشف العجين. لتحضير اللبن على البارد رح نضيف المية الباردة والنشا والملح، وبنخلط المكونات مع بعضها لغاية ما تتجانس، وبعدين بننقله على حرارة متوسطة ومنضلنا نحرك فيه لغاية ما يبدأ يغلي. وأول ما يبدأ اللبن ويصير ثيك منضيف الشوشبرك، ومنبدأ نحرك بنفس هذه الطريقة، ومنتركهم بس لمدة 5 دقائق. ولتحضير القطعة منضيف التومة على السمنة ومنقلب بس لمدة نص دقيقة، بعدين منضيف الكزبرة ومنقلب كمان نص دقيقة. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، فمنقدمها فورا مع المكسرات المقلية كمان بالسمنة، وكل المكونات بتلاقوها تحت الفيديو، فجربوها وألف صحة.